ونستكمل مشاهدينا نشرتنا، وينضم إلينا على الهواء مباشرة من مدينة جدة موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، حدثنا عن جدول أعمال القمة العربية المقررة غدا. نعم، من المنتظر أن تبدأ فعاليات هذه القمة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر غد الجمعة، ببدء وصول وتوافد القادة والزعماء والرؤساء العرب المشاركين في هذه القمة لتلتقط الصورة التذكارية الجماعية في تمام الساعة الثانية والنصف، وفي الساعة الثانية والنصف وخمس دقائق تلتئم الجلسة الافتتاحية الأولى والتي سوف يسلم خلالها الرئيس الجزائري رئاسة الدورة القادمة، وهي الدورة الثانية و30 العادية لاجتماعات قادة ورؤساء العرب للسعودية، يتسلمها الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ليلقي كلمة بلاده. من بعد كلمته سوف يلقي أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط كلمة الجامعة. أيضا في الجلسة الافتتاحية تتوالى كلمات الضيوف على رأسهم سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومن بعده أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ومن بعده رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومن ثم كلمة ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، لتلتئم جلسة علنية بحضور كل رؤساء القادة والزعماء العرب المشاركين في هذه القمة. تتوالى كلمات الرؤساء في هذه القمة في هذه الجلسة الأولى، ترفع أعمال القمة لتلتئم جلسة أخرى مغلقة، ومن بعدها جلسة علنية سوف يتم خلالها يعني تلاوة إعلان جدة، ومن بعد هذه الجلسة يلتئم مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وأيضا بمشاركة السيد أحمد أبو الغيط أمين جامعة الدول العربية. هذه القمة التي تتناول عدد كبير من الملفات والقضايا الآنية التي باتت تمثل تهديدا وتحديا أمام الدول العربية، على رأس هذه القضايا قضية القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية للعرب، وأيضا قضايا استجدت على ساحة العمل العربي المشترك، من بينها الأزمة في السودان، وأيضا متابعة للأزمة السورية والانفراجة التي تحققت بعودة سوريا لمقعدها الذي ظل شاغرا لأكثر من 11 عاما منذ تفجر الأزمة في سوريا. أيضا هناك الأزمات في كل من اليمن وليبيا، بالإضافة إلى أيضا تحديات أخرى مثل تحديات صيانة الأمن القومي العربي، مواجهة الإرهاب، التفاعل مع الأزمات الاقتصادية التي تتمثل في الأزمة الأمن الغذائي العربي، وأيضا أمن الطاقة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية التي تدخل عامها الثاني، بالإضافة أيضا إلى تحديات تنموية تستهدف الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمعات العربية، وإقرار عمليات التنمية المستدامة طبقا لرؤية الدول العربية للتنمية المستدامة في كل هذه البلاد المشاركة في هذه القمة التاريخية الهامة. ربما هي القمة التي تعد الأولى من نوعها بحضور كل الرؤساء والقادة والزعماء العرب باستثناء ممثل رئاسي لدولة السودان. أيضا هناك عدد آخر من الملفات التي تم رفعها من خلال اجتماعات المجلسين الاقتصادي والاجتماعي التابعين لجامعة الدول العربية، ومن بعده اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية. نحو 32 مشروع قرار سوف يكون محلا للنقاش واتخاذ قرارات من قبل القادة والزعماء العرب، بما يشكل صياغة جديدة لخارطة طريق عربية تتمثل في قرارات سوف تلتئم أو يتبعها آليات للتنفيذ تتعاطى وتتفاعل مع كل هذه التحديات التي أشرنا إليها، سواء التحديات المرتبطة بالعملية السياسية وتهديدات الأمن القومي العربي، أو فيما يتعلق بالصعيد الاقتصادي والتفاعل والتعاطي مع تحديات مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة وغيرها من هذه الملفات الهامة. نعم. نعم، أشكرك جزيلا علاء رشوان موفد التلفزيون المصري إلى مدينة جدة، شكرا جزيلا لك.